فئة الشباب الذين كانوا يقبعون في جهاز الإدماج المهني والاجتماعي، حيث كان عندنا الناس كل تعرف باللي كانوا عندنا شباب يخدموا في مؤسسات إدارية ومؤسسات اقتصادية عمومية، يخدموا نفس الواجب نفس الخدمة اللي يخدموا فيها الموظفين العاديين، ولكن كان المدخول تاعهم لا يتعدى مليون ونص، وفيهم من كان يخلص 500,000 في هذا الجهاز. ولكن السيد رئيس الجمهورية أيضا اتخذ قرار بإدماج جميع هؤلاء في مناصب دائمة، في مناصب دائمة، حيث شملت هذه العملية عملية الإدماج أكثر من 541,000 مستفيد من الشباب الجزائري، والانتقال من وضعية المليون ونص إلى الوضعية الطبيعية للموظف العادي، والاستفادة أيضا من جميع الامتيازات الضامن الاجتماعي، وعلى رأسها امتياز التقاعد، لأنه اللي كانوا بكري في جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لم تكن عندهم جميع امتيازات الضامن الاجتماعي وعلى رأسها امتياز التقاعد. فهذا القرار رد جميع الشباب اللي كانوا يخدموا بهذه الصيغة إلى صيغة طبيعية في على نفس المستوى بينهم وبين الموظفين العاديين، ويستفيدون جميعا من جميع امتيازات الضمان الاجتماعي، كل شيء اللي كان في لاسيكوريتي سوسيال، إضافة إلى 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 أن المرتبة تكون متساوية مع الموظفين العاديين.